أهلا بكم معنا إلى بانوراما الليلة، ونناقش فيها احتمالات الحل السياسي للأزمة السورية، وإذا ما كان الحل قد اقترب أم أنه لا يزال بعيدا بمقدار صعوبة الإجماع على التفاصيل. وللحديث في هذا الموضوع معنا من جد دكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث. ومن إسطنبول ينضم إلينا السيد هشام مروان، نائب رئيس الائتلاف السوري. من واشنطن ينضم إلينا سيد بول سالم، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات. دكتور عبد العزيز بن صقر ضيفي من جدة. إذن العقبة الكأداء هي إيران. الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تصل إلى تسوية مع إيران فيما يتعلق بما هو أخطر من سوريا، الملف النووي الإيراني. ألا تستطيع أن تصل إلى تسوية، وإذا كان في لين في الموقف الروسي بشكل أو بآخر، ألا تستطيع من وجهة نظرك أمريكا أن تصل إلى تسوية ما مع إيران فيما يتعلق بالملف السوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الأمنية حتى لو تم تنظيفها من أولئك الملطخة أيديهم بدماء السوريين، والجزء الآخر يكون المعارضة السورية؟ تعتقد أنه هذا شيء سوري سوري بحت، ولا لازم الأطراف تتدخل فيه؟ أولا مساء الخير ست منتهى لك وضيوفك الكرام من إسطنبول وواشنطن. حقيقة الموقف المهم هنا هو ليس الموقف الإيراني، الموقف الإيراني اعتمد من البداية على الموقف الروسي، فالتغير الذي حدث الآن هو في الموقف الروسي. هذا التغير له أهميته وله أسباب وظروف، ولذلك حينما استشعرت المملكة العربية السعودية تغير الموقف السوري الروسي ومحاولة فهم الوضع بشكل مختلف، تقدمت خطوات أيضا جادة هي نحو ذلك، لم تمانع من لقاء جدة، وأيضا لقاء الدوحة كان لقاء مهم جدا. يبدو أن روسيا استشعرت بأن الفيتو الذي استخدمتها في السابق والمعارضة التي مارستها والضغوط لم تكن يعني لتؤدي النتيجة التي كانت تتوقعها. التغير الآن حصل لأن سوريا حقيقة والنظام في سوريا لولا الدعم الروسي العسكري والدبلوماسي وفي مجلس الأمن وفي المحافل الدولية لما استطاع أن يصمد بهذا الشكل وبهذه الطريقة. أيضا بس احنا ما فينا نتجاوز دور إيران. إيران على الأرض أخطر من الروس، معلش يعني هو إيران، إيران هي موجودة وبميليشياتها وبحزب الله وبتركيبتها في ذلك، لكن أيضا يعني نحن نعلم أنه لولا الدعم الروسي أيضا في هذا الجانب لما استطاعت المبادرة الإيرانية الجديدة هي قائمة على وقف إطلاق النار السريع، هذا ما تريده إيران في الوقت الحاضر، لأنها تعلم أن قوات المعارضة استطاعت أن تتقدم في معاركها وبالذات في الشمال وأن تحقق انتصارات جيدة، وهذه الانتصارات تجعل المنتصر على أرض الواقع هو الذي يتقدم. نحن علمنا أن جيش الفتح حقق أيضا يعني بعض تقدم في هذا الجانب. هنالك تغير في الموقف بمعنى المفاوضات فيما يتعلق بالبرنامج اليمني النووي، الوضع في اليمن، التشكيل الدولي الذي يحصل فيما يتعلق بالموقف من ناحية إيران، كل هذه عوامل مهمة. لكن هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغطا على إيران؟ بالتأكيد بالاتفاق مع روسيا، لأن روسيا هي من استخدم حق الفيتو في السابق. لو كانت مقررات جنيف أو جنيف واحد جاءت تحت البند السابع لاستطعنا أن نتقدم خطوات كثير مهمة جدا، لأن المملكة وهذا ما حاولت أن تؤكد إلى روسيا أن المملكة تؤيد يعني جنيف واحد بكل ما فيه، لأن جنيف واحد ويعطي المعارضة ولا يلغي مؤسسات الدولة السورية. مؤسسات الدولة السورية مثل ما تفضل ضيوفك هي حق مكتسب للشعب السوري ويجب عدم التفريط فيها، ولكن سلب السلطات والصلاحيات ونقل الصلاحيات إلى هيئة ومجلس انتقالي يشترك فيه كل الأطراف، هو نحن نعلم في الدستور السوري كل السلطات والصلاحيات مربوطة بيد رئيس الدولة. فإذا تنحت هذه وسحبت هذه الصلاحيات وأعطيت لهذه الهيئة، جنيف واحد تحدث عن الهيئة التي تدير المرحلة الانتقالية في الدولة، لكنه لم يتحدث عن رأس النظام السوري، يعني ما كان واضح، ما كان في بند صريح بهذا الاتجاه، وهذا صحيح. ما حينما تتنا... إيران وروسيا حينما حينما
حينما تتنازل عن كل صلاحياتك لا يعني وجودك وعدم وجودك ليس له قيمة في هذه الحالة. هو المهم أن تنتقل هذه السلطة وهذه الصلاحيات وتكون موجودة. حينما يلتزم النظام الروسي يعني مع المجتمع الدولي بعدم دعم بشار الأسد، ولذلك نحن الآن نستمع إلى الرئيس الأمريكي وإلى روسيا وإلى إيران أيضا في بعض الأحيان، هي يعني بدأت لا يعني لا تعول كثيرا في يعني هنالك تصريحات متناقضة من الجانب الإيراني بعكس الجانب الأمريكي أو الجانب الروسي، لكن موقف المملكة أكد وزير خارجيتها بأنه لا وجود الأسد ولا استمرار ولا يمكن يعني الحل في سوريا ببقاء أو وجود الأسد. لكن يعني أيضا هنا تفرقة، هنا يعني تفرقة ما بين الحفاظ على مؤسسات الدولة وبقائها والتي هي حق من حقوق أبناء الشعب السوري والانتقال إلى هيئة تستطيع أن تنفذ. يعني تقريركم تحدث عن ما يسمى بجنيف ثلاثة، أنا اعتقادي أن جنيف ثلاثة الذي نحن بحاجة له، نحن بحاجة إلى قرار إلزامي تحت البند السابع يستطيع أن يفرض يعني الإرادة الدولية في تطبيقها لهذا الشيء. ولذلك نحن نتقدم خطوات، أي نعم هي بطيئة، هي فيها يعني تباينات في بعض المواقف من بعض الدول، تصريحات متباينة، لكن مع هذا يبدو أننا أمام يعني تغير في الشكل وفي الخارطة على الوضع، بحكم أن أيضا ما تنسي تركيا هي أيضا تريد أن تنشئ منطقة عازلة الولايات المتحدة وروسيا لا أو آمنة، يعني الولايات المتحدة وروسيا هي لا ترغب في ذلك. تقدم داعش وسيطرته على مناطق داخل يعني الجانب السوري في الأراضي السورية أيضا مهم. هذا يعني هنالك مجمل عوامل غيرت صحيح. التداعيات التي تجد، ولكن بس في حركة على فكرة هذا يعني شوي. يجب أن لا يساء تفضل يا دكتور يجب أن لا يساء فهم أن موقف المملكة ودول الخليج لا سمح الله تغير من ناحية أبناء الشعب السوري أو من ناحية المعارضة السورية ودعمها والوقوف معها إلى أن تحقق انتصاراتها ولا أن يعني يتحقق للشعب السوري ما أراده. يمكن هون لازم أسأل يا دكتور عبد العزيز عن هذا الموقف بوجود المعلم في عمان ووجود علي مملوك في جدة، يعني هذه اللقاءات شوي أثارت الردود فعل عن شيء ما، هل هي طروحات خليجية ما طرحت على مسؤولين سوريين هم في رأس النظام السوري أم ماذا؟ يعني شو اللي صار بالنقاش؟ الطروحات الخليجية سواء التي في جدة ويعني على الأقل هذا ما تم يعني توضيحه من قبل الجانب السعودي لم تتغير، هي ما زالت تطالب بإزاحة بشار قبل وبعد. هي قالت أن إذا كان الحل سوري فالجميع يجب أن يخرج، حزب الله لابد أن يخرج، الميليشيات لابد أن تخرج، إيران لابد أن تخرج، ولذلك يعني لم يستطع علي مملوك إعطاء الإجابة الفورية. روسيا كانت تعتقد أن ضرورة اللقاء السعودي الروسي لتوضيح النقاط، وتم هذا اللقاء والتسريب جاء من الجانب السوري يعني لكي يوهم الآخرين بأنه استطاع أن ينجح أو دول الممانعة استطاعت أن تنجح في تحقيق، وهذا غير صحيح لما موقف المملكة ثابت في دعم الشعب السوري وفي دعم المعارضة السورية. موقف المملكة ثابت بأنه لا وجود لبشار الأسد لا قبل ولا بعد هذه اللقاءات، ولذلك حتى لقاء عمان هو أيضا يستند على موقف خليجي، والموقف الخليجي يؤكد على جنيف واحد، كلنا مع جنيف واحد، نحن نريد قرار أممي يدعم هذا الموقف. يعني في نهاية المطاف حينما تحدث يعني يعني هم يعرفون جميعا إذا بقي القرار سوري وطلعت إيران والميليشيا الموجودة وخرجت حزب الله فالمعارضة السورية قادرة أن تحقق انتصاراتها غدا يعني وهذا وتكون ربما هي موجودة في السلطة، ما هو يعني غير مرغوب فيه، وفي مماطلة تغير في الموقف الأممي ما ممكن يحصل. سيد هشام مروة، نعم، ما رأيك يا دكتور عبد العزيز بن صقر؟ الأمور ما زالت يعني لم تنضج بعد، صحيح أنه في هناك حركة دبلوماسية محمومة وفي عواصم مختلفة ولقاءات مختلفة، لكن المواقف ما زالت تقريبا عندما كانت عند النقطة التي كانت فيها في البداية. دكتور بول شرح وجهة نظره واللي احترمها أنا كثير، حقيقة بعد 4 سنوات ونصف يعني حنا في السنة الخامسة لا يوجد منتصر في هذا الصراع، فبالتأكيد أن اللجوء إلى حل سياسي أو إيجاد مخرج سياسي للأطراف وممارسة نوع من الضغوط وتغير لعبة المصالح فيها وتداعيات مواقف مختلفة ربما يؤدي إلى تغيير. يعني أنا اختلافي في النقطة الأساسية بأن إيران لولا الدعم الروسي لم استطاعت
أن تستمر في تواجدها في سوريا بهذا الشكل، لأنه روسيا دعمت إيران في المفاوضات النووية، روسيا لها علاقة قوية مع إيران، أكثر من 80% من التسليح الإيراني يأتي عبر روسيا، روسيا علاقتها في دعم النظام سواء عملية استخباراتية أو من ناحية التجهيز العسكري، فالدور الروسي يعني ليس بذلك الضعف أو التدني، وإنما نحن استشعرنا، ولذلك يعني كانت الزيارات السعودية إلى موسكو ومحاولة المفاهمة مع الجانب الروسي، لأن هنالك دور بات أكثر وضوحا من الجانب الروسي، أنه ربما هنالك رغبة في تغيير الموقف، في تعديلها، في استمرار الوضع بهذا الشكل لا يمكن يؤدي نتيجة. بالمقابل يعني إذا افترضنا أن المصلحة الإسرائيلية هي لا تكمن في سوريا مقسمة ومفتتة ووجود ميليشيات فيها سواء داعش أو نصرة أو أي مكان، الإشكالية هي دائما كانت من البديل للأسد، واعتقادي أن الهيئة المقترحة أو المجلس الانتقالي هو ربما يمثل البديل الحقيقي للحفاظ على الكيان السوري ككيان متكامل، لكن لا تستطيع سوريا أن تستمر بكوريدور ما بين دمشق واللاذقية، هذا يعني لا إمكانية، معناته تستمر الوضع كما هو لسنوات طويلة، ربما يعني 5 أو 10 سنوات، لكن الحرب الأمريكية على الإرهاب موضوع مختلف، يعني الوجود الأمريكي في العراق هو ما أوجد داعش وتوابعها، عدم الانفنش جوب ما نسميه، انه لم تكمل مهمتها في العراق مع الاسف اوجدت يعني كل هذه الفراغ الامني الذي اوجد في العراق، ومن ثم تداعيات الموقف في المنطقه يعني بشكل عام، فهي تتحمل جزء من المسؤوليه ولا يمكن ان تنسحب او تتخلى عن مسؤوليتها يعني في هذا الجانب. لكن نعول كثيرا على ابناء الشعب السوري، على المعارضه السوريه، على تحقيق مكاسب على الارض، عانى الشعب السوري معلش يا دكتور، لكن الفكرة اللي طرحها سيد بول سالم أنه هذا ملف مكافحة الإرهاب بشكل عام، ومن ضمنه يمكن ملف النظام السوري، سيحمل أو ينقل للرئيس الأمريكي القادم، ليس هماً لدى صحيح. أوباما هذا يعني أنه صحيح. نحن صحيح. سننتظر كمان فترة طويلة من أجل حل هذه المسألة، لكن أيضا يعني لن تستطيع إيران تحقيق مكاسب التي تريدها باستمرار سياستها التوغلية. نحن الموقف حتى بالنسبة للمملكة ودول الخليج، نحن مع هذا الملف النووي وتسوية هذا الإشكال، ولكن دون أن تعطى إيران الحق في توسيع وبسط نفوذها واستغلال الموارد المالية لتمكينها وتمكين حلفائها. حينما تقدم إيران 300 مليون دولار سنويا إلى حزب الله وتحاول أن تدعمه بهذا الوجود وتوجد الشكل، هذا لن يكون مقبول. لذلك يعني أيضا إيران يجب أن لا تتوقع أن دول المنطقة سوف يعني يكون وضعها كما كان في السابق، هناك تغير في الموقف، والدليل الموقف في اليمن والتزام دول التحالف الخليجي بالنسبة للموضوع في اليمن وتحقيق الانتصارات التي نراها الآن في اليمن سوف يدفعها أيضا إلى مواقف أكثر صرامة يعني في الموقف القادم، بمعنى أنه إذا يعني بمعنى إذا خسرت اليمن إيران فهي مش رح تخسر سوريا، ما يعني رح تقاتل حتى النفس الأخير في سوريا. هو السؤال، هل لها مصلحة في هذا القتال لهذه الدرجة بالأوضاع الاقتصادية الجديدة وبأسعار النفط الآن حوالي منتصف الأربعينات وبقدرة اقتصادية راح تكون متدنية وبعدم إمكانية الاستمرار؟ يعني اعتقادي هنالك في تغير كثير في الحسابات وفي تغير كثير في المواقف، ويعني قد لا تعول يعني إيران على استمرار نفس الدعم الروسي. يعني روسيا ترى أن من حق إيران يكون لديها برنامج نووي سلمي، ولكن هي لا تريد عسكرة هذا البرنامج لأنه يؤثر على استراتيجيتها ومصالحها القومية، هي أيضا تريد إيران أن تعتمد عليها فيما يتعلق بمشترياتها وكذا، ولكن أيضا لا تريد أن تسوء علاقتها هي روسيا مع بقية دول المنطقة، هي تحاول أن تبحث عن دور لها في المنطقة. مع الأسف هنالك خيبات أمل من الموقف الأمريكي، لو كان الموقف الأمريكي من البداية واضح لما كان هذا وضع المعارضة السورية. المعارضة السورية تعرضت إلى فيتو أمريكي كبير من ناحية التسليح ومن ناحية بناء القدرات ومن ناحية أيضا دعم الدول التي كانت ترغب في دعم المعارضة وتمكينها في مواجهة النظام، يعني النظام بشار الأسد وآلية العسكرية. فأيضا الولايات المتحدة هي جزء من المشكلة مع الأسف الشديد، يعني ومواقفها كان لها دور سلبي في هذا الجانب. الآن هنالك تغير، ربما هذا التغير يعني يكون لصالح كل الأطراف. نتمنى في هذه المرة أن يصدق الرئيس أوباما في وعوده وفي حديثه وفي كلامه وفي ما يطلقه، يعني حينما تحدث أن الأسد لا مكان له، يجب أن يلتزم بها بما يقول وأن ينفذ يعني هذا الوعد. يعني هو اليوم
الاول قبل 4 سنين ونص قال انه الاسد فقد شرعيته، 4 سنين ونص ما شفنا ولا شيء، ولا كان في اي ضغط حقيقي على بشار الاسد لحل هذه المساله في سوريا، يعني على الاقل حتى ولو اجباره على الجلوس على طاوله من اجل حلها. وهنا انتقل لسيد هشام مروه بانوراما لهذه الليله، شكرا جزيلا لك. سيد هشام مروه شكرا جزيلا لك، دكتور عبد العزيز بن صقر شكرا جزيلا لك. نهايه بانوراما، تحيه لكم والى اللقاء.